الرضيعه امين التي لم تتجاوز الشهر الثالث فقط من عمرها تعيش في بلديه كستار برج بوريج بألم شديد جراء كتله زائده ولدت بها في ظهرها، ناهيك عن الحاله الماديه الضعيفه لعائلتها. الخدمه الاولى عندي ليه مسكات الخدمه لقدمه هذا هو المرتاحه سميده بفيدا. الاطباء هذو شافوها قال لك اصبر، قال لك اصبر انا نعيطك بالتليفون. عندها شهرين ونص وليت ديت هانم شافها الجراح قال لك اصبر عندنا الرصاص. ويا الملائكه ما هي ترقد، هاك نشوف الخاطر نتاعها ودوك عاد تبي ترضع حتى تقلبها ترضع منها تقلب منا. اجركم عند الله اللي عاونها اجره عند ربي. نحاول الغلب على الملائكه على امها. رغم وعود الأطباء المتكررة بإجراء عملية جراحية لاستئصال الكتلة اللحمية الزائدة من ظهر أمينة، إلا أن هذا لم يحدث لحد الساعة. فعائلة هذه البراءة تناشد مدير المستشفى الجامعي بالصيف لتحديد موعد للعملية. طلبوا من الأطباء والناس المعنيين في المستشفى هذا الجامعي يعني يقدمونا شوية رونديفو على الأقل الطفلة يتعاني بزاف والله معاناة يعني أنا مانيش عايش معها بصح نعاني أنا يعني نحس بلي نتعاني. نداء إلى مدير المستشفى الجامعي تاع الصيف يعني في أقرب وقت دير لها رونديفو ربي يسترك ويرحمها الله والديك. غادرنا منزل عائلة حواس وكلنا أمل أن يجد نداءهم أذانا صاغية قبل فوات الأوان.